النفط يرتفع لا بل ينخفض، هاجس يومي يقض مضاجع الدول العربية المنتجة له. فالخام بمثابة حجر الرحى لبناء موازناتها، وصعوده يعني توسعها في الإنفاق، بينما هبوطه يفضي إلى تقشفها. أزمات وصدمات اقتصادية متعددة تعرضت لها دفعتها للتفكير في تنويع مواردها بعيدا عن النفط. وحينما شرعت الدول العربية في تنفيذ تلك الرؤى، وجدت العالم يسير في درب آخر، إنه يحارب الوقود الأحفوري المسبب الأول للانبعاثات الكربونية التي قلبت موازين البيئة. أسعار مختلفة للنفط رسمت بموجبها موازناتها لهذا العام. قطر والجزائر أبدتا سياسة التحفظ، فأربعون دولارا سعر مناسب لافتراض العوائد الناتجة عن بيع برميل الخام، فلا يغرنكم صعوده فوق السبعين، ذلك أننا لا نعرف ما الذي يخبئه لنا المستقبل. حسابات العراق مع الأسعار تبدو مقبولة، فثاني أكبر منتج في أوبك افترض في موازنته الراهنة بيع البرميل ب45 دولارا، وأي قيمة تزيد عن ذلك ستسهم في إطفاء جذوة العجز المقدر بنحو 20 مليار دولار. بقاء معدل سعر البرميل عند 60 دولارا هذا العام يقلص عجز الموازنة السعودية، البلد الرائد في صناعة النفط، وصولا إلى 5% من الناتج المحلي. أما الكويت فهي بحاجة إلى سعر لا يقل عن 90 دولارا لضبط إيقاع الموازنة، أمر دفعها إلى خفض الإنفاق بواقع 10% بتوصية جاءت هذه المرة من صندوق النقد الدولي، المؤسسة المالية التي بدأت تجد لها موطئ قدم في الدول الخليجية. الدول النفطية العربية متوجسة، تريد استثمارا سريعا لعوائد الذهب الأسود تضخها في شرايين قطاعات مستقبلية واعدة إلى جانب إطفاء ديون قائمة، تحسبا لمرحلة تجد فيها نفسها محاصرة بالديون وبعدم رغبة العالم في منتجها الذي قاد الاقتصاد العالمي لعقود.